هيا عشان ده زي ما النور وراكم تحاول تسوي. ما نقبل كيف جسدنا ما خبر لي أصيبه. الأخيان جو مدوا لنا ودوا لنا الخدمة قدام، لكن الحمد لله القرقمة ده فوق عليهم اتطورنا ونظمنا ورفع لنا روسنا بانكينا ملا قرص ألمي كل روينا شيء ما قصر لنا واحد كله ما في. زمان ده ما عارفين لي الشيء، لكن أسد التطور الخدارة جاب لنا ده أي ما شغل أكلنا تمام الحمد لله. القرقمة جاب لنا الحمد لله نفع معانا ونفع بيالنا أكلنا وشربنا جاب لنا الجنينات، لكن أسد الحمد لله راتنا فتح خلاص الله يأجركم. اليوم ده شغل قصر لنا كمان في الحمد لله قرص كل هنا قبل ده رايحين ما عارفين شيء. اليوم ده شنو سمق كلهم نخدمه